امتحان الديناميكا النهارده كان عامل ازاي؟ اول امتحان جه في مستوى الطالب المتوسط بعد التفاضل، جه غير الكيمستري اللي هو جه ممكن يعوضنا ان احنا نخش جامعات ثانيه، يعني نلحق اخر التنسيق خالص. سهل جدا، كله مباشر مفيش اي حاجه. كان كويس وكله من كتاب المدرسه. الحمد لله كان حلو، وكان في مستوى طالب متوسط بس لا كان جه حلو بقى، ده المتوسط بقى المفروض مش اللي فات. مفيش افكار صعبه، مفيش افكار جديده، امتحان سهل جدا، تقريبا عوضونا عن الكيمستري، الكيمستري كان صعب قوي فهم عوضونا في النهارده يعني. محدش طلع متضايق يعني الحمد لله. هو كان في غلطه زي امتحان التفاضل والتكامل. بس يعني يا ريت يلغوها عشان هي يعني ما ينفعش كده انها تحسب علينا احنا، دي غلطه من عند ماما. بيلعب بالكلام وتحويلاته. كان في سؤال بس كان في غلطه، بس الباقي كله كويس الحمد لله. في اول امتحانين جه سهل بصراحه، فتح نفسنا كده، بس في الاواخر يعني توليت بصراحه. يعني ايه ديناميكا بقى؟ ايه؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ زي لازم بقيه المواد. يلا حركه. دراسه التحركات باين؟ المتحركات. علم دراسة الحركة. حركة 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 الجسم. دراسة الأجسام المتحركة. بس ايه الأسئلة الصعبة دي؟ امتحان جه سهل، أنت جاي تسألنا هنا بره حاجات صعبة؟ مش في امتحان دلوقتي.